waxa sheegtay gudiga garxajis inuu gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan uu mushaar siiyo maxaad cadayn buuxda oo la taaban karo aad haysaa wallahi waxa uu dhigay anigu de wax badan baan ogahay oo xog badan baan helaa horta gudiga garxajis ma aha way way sheeganayaan laakiin ma aha waa gudi xukuumaddu inay soo deysay واضح بين أركان مرنا كبتاعنا. واي. إن لو أنا أنسى حق بالأولي. واي. لاس عنوت. واي قعد. عرقابنا إما كاي رقاق على ذي وكتشرة. أي. حديبة إلى هاي كمان لقي عرقابنا أي ودقال كردو. آه. دور الشدينا كابي جاي كهاي سايو. سجاشن هبين وحكي يربا كهاري. صح. إن deegaan nada aad ka soo jeedo waliba khaasatan ood weyn ha madax dhaqameedkoodu waxay codsadeen in doorashada dib loo dhigo oo dalka la difaaco ha adigu maxaad ku talin lahayd ka Ibraahin ahaan dagaalka wal ilaamiye uu bilaabaya maalintii bilaabay bargarin u diyaar garoobay difaaca dalkii oo yaan la dhaqdim urmidooba adawgina كورنتي وعن او وناكسن دمان با اخيارتا هودا نغدا ونايساي هالكاني وامال تيفي كسور دوادا برامج كين ني حوغيهي ودن بيهي برامج كين نا حوغيهي ودن بيهي كالكان وحا مرتي نوغو اه إبراهيم غوليد عيديد او اه قدوميها سوتي قاشان اسلام مركاسينا اوكور غلا فرانقايانا ارهيمها جيسكا ايا حالديهي ودن بيهي قرن كالسومالي الآن إبراهيم عيديد كسور دوو مال تي في مركو هره حسن وان دوو هاي مال تي في إيا ديغرا وان كو أركين بادن إنا في عدن قرن كالفتينو وان دوو هم بلين دفاع كو جرتان إيو سيدا كو بوحة جرتا رنتو غرش يكتان وان دوو هاي آدية واي هاي إبراهيم حالة ديهي ودن بيهي أرهيمها جيسكا كردعا أيين كو هرين دونا وسيرك أرمها الدبادة دلك تشبوتي وحا دولة إيتوبيا وشيغي إن دكدة ما شاء الله إلا تشورا وسين دونو سيب وحدة بقول كيبا بقول أي أمدح بنانان دونا أرين تاسي دادو أركتا يعني داد بذن بيسو ويديني ما أنت سؤالها سو وحد دادك عن أبديتك هينا ما وحي سو مري كل بس عني مراحي كل سو مري عن حصوصنين أما لسو عن أي كل كنت هاي سبرايس لكن ده كله سعودي كمان نغنيش وحسب كمان نغنيش and دكده هذا تاريخ ده يكون غضا يعرفن تان نكنا كهذا لما أنت and دكده تشرع توبيا مربي ويجيشتي شبوتي ما كي ويجيشتينا ويوجيتي and مركي إما يوغن لسه هاي شبوتي مدحونه ده يحس الشيخ بقى وقادم وعين إن هشيسكي مصبيح يشغل شلون كيم والله قال أبي أحمد وحيكون نقصي وحيقادم كروان لق كروان إن وحك استوي شمي إن دولة جيبوتي ورغد بيوصو قرتي دولة إيتوبيا اللي ده تشرانو تسيلنا ويسكي جنور قري حبك ما يشو قادم دولة يرو كير أو أي كويين إن أنا إدريه ده وشيء كرنو أنت ندى كحريصان أي وركة مركز إغنور غرينا كشواب وين ورقدي تلفون بكرس واحد لما دحين أشبوتي حتى أنا ولا شيء إغنور غري وسير كرس عنايا أرمي ده بدي ما أنت هذي أي توبية تري وحلت سجنت وشردنا هي ولا قدي ده حمل قمص وقاعدين سجنا مركز وشردنا نفط وح سمع وح أنتي مكيني يشربه لس السعودية أنا ولت سجنت توبية الغوص قادو هاي أي هاي وحمانتا كيك يرسي أما كهذا الشيء سؤال دفك شوي دين يا أنت أغلى قلقة شقي شيء لو بهين هاي حدي أي إثيوبيا أي تشبوتي الشيء يكون قرن يان دك دا تشرع دكر بو مو هذا نتى تكلم بكرة سياح الله هذا كلمان تو ميد إن مقرنا سيفريق يو كديمي أول بعرف إنه كل شيء ما خشوا هاي إذا كي كرلو قاعد عدل هذا يعني توبيا ما هو توبيا ويديدي أعلم كيف الله هذا اللي يتوب بينا لقبتها وأنا قاسو حنوها إنه وحاس أبشر الله صنوها إنه ما كان يمكن ما أنت هذي يتوب بينا لقبتها الدوية ذكر له هذي يدور لها كلا يدي أرنتن إلا دحكا نقضان دي وسليه ويخن أخرى
arintan oo kale ma aha Djibouti markii koowaad ma haysto kala sameeyso markii DP Well ay Soomaaliland ee sheerka ay wax ka siisay ee waati iyaduna tiri waxaan anagu siinayna 100kiiba konto ee ma aha markii koowaad marka Djibouti waxa ka dagaalamaysa ee nolosha Soomaaliland iyo dowladnimada Soomaaliland iyo macaashka Soomaaliland iyo hadda horumarka Soomaaliland Soomaaliland dib u maarto ee maxayd in Djibouti oo ma arkin wax ay ku sameeyeen oo xumaan oo abidkeed wanaag mooyaane ma jirin laakiin waxa cad inay cadaw siyaasadeed cadaawad siyaasadeed oo aan waxba la harin Djibouti nolosha simi ee qaar laga mid ah siyaasiyiinteena iyo waxa soo dhana lagu wada inay lahaayeen maxayd ay waa walaaladeen oo deeyada markii madaxweynuhu hadlo kalmadda kalmadda gaaban yiriye uu soo dhaweeyay abi fardhiye oo jabad naga soo horjeeda deeyaguna inagu jabad keenin karna madaxweynuhu talaabadii ku habboonayd muu qaadanay wuxuu raadiyay talaabooyin ka qaado deeyada ku faa'iideysan eegnaa buur kalmad ku habboon oo waliba gaaban baahay oo aad uga taxadiray oo waliba duulka xadina wax badan ilaalinayo nimin baa soo jawaabay markii xirsiya maxamed xashiib ay haayeen iyo qaar kale oo maxayd kuwaas oo hoostaga oo kadib dareecoosaya waxay ku hadlayeen wadiga arkay walaha walaaladeen adduunka dowlad walaal ah ma jiraan dowlad waliba dowladu dowladaadii iyo kuwa ajnabi ajnabi tii ajnabi kale safnaay qaar kale lagu lahaa badiba maxayd dhicinaya Soomaaliya iyo Soomaaliyeed oo Itoobiya qaadanayso oo isku hooyay dad badan oo jeelaba wax lagu akhriyay maanta in labadii dowladeed ee Soomaaliya iyo Djibouti dadkoodii la barayaan maxayd Itoobiya oo ay Itoobiya aanay dareenin aya dadku dhan muuqata kuwii aamada ahaa ee wax badan oo been loo sheegayna maanta way arkayaan oo deeway maanta garanayaan waxaan anagu mar hore ka sheekeynay marka in arintan ma inaan joojin karin oo yeeki u dambeeyay imka marka turubka dal ciyaaraya ayaa yeeku waxa ugu sareeya ayay dhigeen marka lixdayna ka fasay imka arintan ay joojin kari waayeen oo halkii u dambeeyay ka garaacayaan ayaa deen muuqata in oran kara wayahay Ibrahim dadku waxay isweydiinayaan heshiiskan isfahan markii madaxweynaha Soomaaliland uu la soo galay Itoobiya ilaa maanta 9 bilood baa u dhaxeeya sax maxaa Itoobiya u dhimanay ay sugeysaa Itoobiya waxaa lagula galay in heshiiska markay iyaguna ixtiraafka ku dhawaaqaan uu dhameystirmi doono maxaa dib u dhigay heshiiska wallaahi waxa uu dhigay anigu dee wax badan baan ogahay oo xoga badan baan helaa waana waqtigan galiyaan aan xogo helo waxaan soo oran karaa xogogaal baad u tahay wax badan waxa uu dib u dhigay arrintani Soomaaliland iyo Itoobiya ba way ka go'antay dagaal baa lala galay diblomaasiya Soomaaliland iyo Itoobiya qorin israafso oo dabeet halka ay ku arrintu ku ekaato diyaar uma ahayn imkana diyaar uma aha dal dal qura israafay de koos fuux ka duwan oo macna ma sameeyso in dowlado badan oo dana Soomaaliland kalehi ay israafaan oo Itoobiya iska oolayso oo de dowlad weyn oo ku Afrika iyo ku Eeshiya iyo qaar Yurub oo badal ay yelato ayay Itoobiya ku dagaalaysay Soomaaliland ku wadsaday in Djibouti iyo Soomaaliland dagaalka ka soo horjeeda ayay la galayeen meel kasto ee babkeeda garaacaan ba way u weydaranayeen oo ayuuna wax kale sheegay dagaalka diblomaasiga saalka bilowdu socday dadka marka waxa la dhahay habar fadhiid baa la dhahay lagdii wax uga fudud dad badan baa muhiim u soo saaxay waxa kanu saaxay waxa ay tahay moodiya dad waxba inta ay ka balaaran tahay usbiixina waxaan aaminsanahay in dalka nin daacad uu ahay maanta iyo hay'ad siyaasiinta maanta jooga nin walaal jecel badan inaanu jirin kuwa maanta deen u muuqda oran waayo Soomaaliland oo dhaddii Soomaaliland boqolaal bal galay kubayaal siyaasadda baan ku jirnaa hadii fursad helaan daacad noqon lahaa raga maanta iskarabaya ayay ku isbedelka noo sheeganaya wayna faasixiraay isaguna maanta waxa ilaa intaa uu ilaalinayay haduu dantiisa qura eegayo bar ruseexila waxa aan aaminsanahay ee maxugahan ayaa tusayaan in wax badan loo soo bandhigay uu diiday maantana boqolka sano oo soo socda iyo 200 sano oo soo socda mustaqbalkii dalkiisa uu ka fikirayo arrintu ay ma garanaysaa hadii sidoo doonayo ee saxda ahay mustaqbal kale ee wixiisu ku cadaanayaan aanu dheerin inaanu seexayn baan aaminsanahay oo ay ku adagtay arrintaas marka arrin fudud maaha dagaalka siyaasiga ah ee socday waxaan qabaa inuu gabagabeeyay imka waayahay haddaynu intaa kaga nimaadno heshiiska isfahan ee Itoobiya iyo Soomaaliland sidaynu la wada soconno magaalada Ceergaabo Sansaan colaadeed baa laga soo sheegayaa
دقامات كجر حجيس دجان ندا عرقابة دجا دوان وحصو صارين باق حبت توجين دك دجا لنا عكلا ملاشيات كهو انتا اما قرادة وكلا قاركود شروط بايكو حيلين نبادا قاركود نووي بيحن چبه يان با سيدي ارهما هاسي اي سوق ابانا يان باد سليد هاي horta hasro adiga iyo dadka kale si aan sida de lagu cilcelinayo beenta lagu cilcelinayo aan di sax ah madax dhaqameedka nimanka sheeganayay ee gudiga garax sheeganayay horta gudiga garax ismaaha way way sheeganayaan laakiin ma ah de garax is een waa heer balaaran oo de intu degalay qaan waa gudi xisbi waxana amra gudoomiyaha xisbiga ee xirsi ala xaj xasan oo inta badan mushaar siiya wixii loo soo qoray xisbiga ku jira siyaasadda siyaasadiisa aan baa soo qaataan oo la soo fura ayagoo weeyeeriya Soomaad maqal heesta waxa la eriyay miisiga hebel 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 waxana ku luuqanaya hebel hebel oo ku luuqanaya nimankani wixii loo soo dhiibay danaha sheerkana kama hadli karaan saameyno kuma yeelan karaan meesha oraadna ma gelin karaan nabadna ma keenin karaan laakiin hadal loo iska oran karaan ان الى عدد غدوه ها نيكا غدوميه هي اخر ده ورده اخري تعال اسكو ديغان باون تراتن سلاح لي جوغنو او كو عيده غلب سو بخاي داد سي دادكا اسوني دي تلمو ويجينو انما لا جوجين كرو حنا نغ ما بدل كرو عقلنا دي انت شرني كوما نان دورن حوغنا نغ ما قبسن وخي لوغ سو جوابي نيمكي ان بريغي دغنا مخايدي ارغابو سو جوابي رغي دبرنا دي وي جوبي een maxay suudaanka ya abriyus awl baawd suudaan isku moqof ka hayo wuxuu ugu jawaabayna iyo wadarkiis marka nimankaas waa niman xisbiya xisbigana xirsiyo siyaasadiisu wax weeyaan shakhsiyaadka maamulaya waa mid ka soo jeeda Soomaaliland waa niman xisbiya toro laha markii dagaalku laas aanood ka bilaabay laha anagu hadaan garxajnahay dagaalka kuma jirno ee duusiye askarti garaajka ay sheegayaan ka tirsanay ay ku dhimanaysay ee sida walaalaha kale ee Soomaaliland ugu dhimanaysay ee aan waxba dheereyn ee xukunka duulay kuwa kale xaqiray ee beenta ka sheegay ilaa kuma jirno waa nimankii markii ergada loo diray madaxweynaha loo diray dawladda ka bariisay qolada dhulbaanta laysta la qaldiyay ay hoontu qaldaysay cadawga Soomaaliland ay qaldiyaan nabad laga bariyay ee hoggaankii dhaqan qoodda Soomaaliland loo diray ee maxay oo iyo ay nabad dhulka nimankii lahaa tagi meen ay diidanaan weeyaan waa nimankii markii waxay magaalooyinka afar jeer la gubayay ee dagaalkii uu soo dhaafay labadii ciidan ee reer loo soo tallaabay waa nimankii lahaa anagu war ka soo tashanaynaayo ee adugayd marka lama oran karo aynka dagaalkan imika eer gaabo waa lagu tashaday waa u dhacaya oran maayo ma leh u dhacaya iga weerara markii arintan laga shaqeynayay dawladda dawlanimada xasan sheekh wuxuu iyo qolada amniga ka soo horjeeday markii awood kale in yeelan iyo wax kale siyaasadii lagaga adkaaday ee wax walba ay ku joojin kari waayeen dariiqa qura u furan waa inay Soomaaliland dagaal ka ridaan boorma dadka soo la ruxay oo wax kasta waqti la bedel galiyay oo lacag la galiyay xubuu ka qaadi kari waayeen 190 dadkeedu dad la qaldi karo sida kuwan ulbaantay markaba dee fududeer qoriga qaadanaya iyadoo waxay faa'iido yar aanay garanayn way noqowayaan dad ma garanaysa la qaldo way noqowayaan xasan sheekh wuxuu u sheegay dawladda siinu daawanayna la raasul saariisu inuu shirinayay oo doonta halkaasa marka qabsataan la siinay maamule waxay ogeyeen in maakhir kuwan sheeganayay wasingaliga ah ee bariga iyo salaag dega in ayagana la has ku biira qolada la saarado maamulka noqotaan waxaan daawanayna in galab dagaalka uu safar ku tagayba in deegaanka wasingaliga arrimaha laga wada hadlayay waxaan daawanaynaa in garanaysa axmed karaash iyo niman badan oo kala dhulbaantay ay lahayeen waan weerarinaa waan qabsanaa way ka fudud dib u goocaday kuwa baaqeeda diraya ee suudaanka wasingaliga maanta diray iyo kuwa kale qoraalka yar soo qoray garaadada ay maanta qoraalka yar soo qoray inamadan beesaj kale ee mar walba deer isku wadana la siyaasada in waxay in marku hadlayay ninka la yiraa axmed karaash oo waan jabiyay ay haday daacad in hadal laayeen oran laayeen warniga dagaalka aad galisaalka hore anagu nabad baan ku joognaa nin qoro jawaabin axmed karaash baa runta sheegay tay ku balamin oo taa axmed karaash sheegay dagaal lagu dhacay dadka Soomaaliland aanu ka faa'iideysanayo fursadda waxa leeyahay horaa la idinku qabtay laascanood oo inta la soo galiyay ciidan iyo garaado ee dadan oo shirnaa iyo shirki laga sugayo la idin xabada hooya
يعني دي ولدين قلت واي هاي إبراهيم واحد شاكتي قدقة قرحاتيس إنو قدوميها حسبقة وطني حرسي علي حاج حسن ومشاهر سيو محاد عدين بوحدة أولا طابن كراء هاي سا عدين وحال أبي سكول ميلمو مشاهر كسا أبي سكول بار ميلمو وشوكتو وحال سكو ما شاكنا مركا العقس اللي سودي بي دي أدونا موغان كرتان موغان كرو لكن دي من وحسكو كاس شاكنا بيجي رودات كيني من كمي دا كوا قدي دا كمي دي ayaa baxday oo soo heli sadalkii sadad muuqdad u baxay waana ninka in aad gudaan maamulo in aad gudaan gudoomiyaha lagu sheegay ninka maamulo waa Rashid Maxamed Jambir waana in aad aad raam lahay isla naqaano isagoo ilaahay ka hadlinayo oo runta sheegayo buu yiri anigu oo liba dhaaran iyo la maraya ayuu yiri anigu xisbigan wadani la jirinayay in mabda'ana kuma gelin qabyaalada kuma gelin oo walaahay ninka xirsuun baan aru ku taageero markuu kulmiye joogay isagoo kulmiye ku aha markuu halka yimid isagoo wadani ku aha tani kaas uu noo warramayo inuu ninkan iska leeyay tira ka sokaysa ayuu noo sheegay gudiga xajina uu sheeganayay ragan hadlaya kanina aad gudana isaga xukumo halka kulbi dha tag oo kan baxsan yahay ayuu dira marka ninkaas oo kale waa waxa markhaatiba inuu qoriso time ka weydiisay su'aashaasi jawaabta ninkaas ku hadlay afkiisa uu ka hadlay ayaa markhaatiin qoriso way yahay een dawladda masar iyo dawladda soomaaliya dhawaan heshiis bay wada galeen sax in ciidamo la keeno deegaanadan ee huwanto ay ka dagaalamayso sax sida buu hoodlo kale ay masaaridu base ka sameystaan arrimaha maxaad kala socota horta een xuduudda soomaaliland ma soo galayso masar maray manaso balan ugu jirto xuduudda soomaaliya waa xuduudda quraac cayiman ee amaanka ah oo hadii soo galayso horay ku la dhaxdhiga Soomaaliya inuu iman lahayn ma iman soo dhulkan waa dhul dawladdu ilaashato oo waxa Soomaaliya ka dhacaya aanay ka dhicin oo argixisada ka adago ibadeed ka adago barigeed ka adago isba musa buu aan ku dhameeyay warka buu hadal ninka sheegay waa beenti iyo dhigisa dawladdu gaari doonaa xuduudda Soomaaliland ma imanayso Masar iyo Caritoona meesha ay imanaysa waa ee ugu yeedhan waa Soomaaliya Soomaaliyana in hadii la ku run yahay filim maayo inay waxba u kordhinaysay garoon ay arrin dagaalkii ama loolankii Itoobiya iyo Masar ee Neelka ayuu bay soo xawishay Xasan Sheekh oo arrin aan ka fiirsan ayuu galay Xasan Sheekh intuu xukumeeyay federaalka sheegatana wadarkiisa maanta iyagu baarlamaanka federaalka ay hadlayaan leeyin raali kama yihiin arrinta dhimankaas oo heshiiska uu soo galay Masar uu soo rareeyay dagaalkii Neelka kan soo rareeyo maamul goboladeed ba hadlay Jubaland ma ogola Koonfur Galbeed ma ogola in waxa ay Puntland ma ogola way sheegto warqadeed qortay in mid ogol ma jirto meesha quray maanta lagu ogol yahay waa Muqdisho run karaa eridaha marka intaasna in waxa ay deninka isagoo oo dalku haystay federaalka u sheegay maamuladiisi Itoobiya ay maamusho ay taageersay inay maanta leeyeen welcome Itoobiya Masar ay naga joogay leeyeen waxay la tiinaan ka fikirin xaaladda uu ku jiro Masarna mid uu ku kordhinaysa ma aha dowlad fakiira oo idir hordhida loo qaybiyo masaafad fog ka timid walaal ku timi in hadii la ku run yahay wax badan ay ku kordhinaysa majlis imiga Turkiga iyo Masar Turkiga weyn saaka fara badan saaka lacag badan saaka sareeyo oo dowladaha adduunka oo weyn la tartamaya tarii hore saldhig militarisay Soomaaliya Turkiga saldhig military bay li dikhadooda iga xukuma madar qodiga xukuma maraakiibti dagaalkii Turkiga laaba badda taagan Soomaaliya oo resource koodi guranaya kuwaas wax ka bedeli lahaa haday ku kordhinay Soomaaliya waa maal sababka cilin lahaa ama ayaga de wax ku kordhin lahaa waxay ku kordhin mid baqas waxa turku kordhin waayay Masar la kordhin mayso inay uga sii darto oo aan ka Itoobiya is dhariidan mooyaane waxay soo kordhin Masar mise Soomaaliyana ma imanayaan way hay safarkii madaxweynaha ee balgubadle salaxlay ilaa balay cabanay bal ka waran isaga runtii safarka dhowr goor hore waan ka hadlay safarkaas wuxuu fashiliyay beena la faafin jiray oo dhasar aada aniga runtii sabraas igu muhadayn igu muhayn mar walba beenaha la sheegayo ninka fashiliyaan way waxa waxayda aan u fashilinayaana waxaan arkay fursad banaano dalkii lagu soo duulayo oo kuwii u dhashay difaac ilaahay saxaafadda ahana
أي روبيان بوا واحد كده لأنهم قرون يعني هم قرون أي كواين دولد أي بملك لك هلا أما الصومالية أما فهد ياسين أما حرسي لفتيسة ما كان يساق وضع على المركز المركزي أرقم أي وما ذكروا أن ذكر كان دقينا أي دولان كوي هنا كهذا لأنه بيني وقت قول قلنا يا سليم كا فيصل فابلو كرو شنو أسرع ولا شيء ستيلس أو غيره كم بعد فارح مع علي لوكر كواس بكرة كهذا لأنه وقت قول قلنا يعني أنا قلنا واحد نودي دينا وقت جي قلنا فشلنا ما دام أنا وأنا وري وقت جي الدفاعنا ده تحسن سوء رسانة ورفضنا نوصل يسمعني أنا قلنا نقول يعني هذا الناس مركا إن بحيث إن أرنتن إن سفر كمان سفر كمان الحوينه وحفر شلي بين مروا بالشيء يقولون شلي الحوينه هني شعبنا ما هيستعدنا ما هيستو تاجرنا ما هيستو يعني هالك سوق شو قال أنا خش بدهم كون كلوا شلي ده بين كواكو حرمه وحي ورا ما فشل ماي ده كصوب حيينه وحيتو سين درين كود كتشر عند الكود الجسد دولي ودين محبضا ما أنت أو كقرصون هاي ما أنت أركيان أي سبب يجيب أنا أخرى أنا وسلاح لا يوجد بيسين بكو دجال كي جاء الحوينه من بسيطه فكر كيان كقبي ينتي عن كتر الله يعني صوب حضوا أي صور دويا مدحينه ودو كوري مادان لما لا بكيد بكبرت وغرق بين قط تقولون يكيد كل واي حكومة شو بعد لغيمي تذكر شو دم بعد لغيمي وحلو يوترني يدم قال معارض كل قارو لي هذا مد دكان كم معارض كسر شيء ده فيش الله وحسبي شراء مد دكان كده كسر شيء ده قبلا كنا نيجي رحش نوكو حسين كرتاد دي الأركي أي اللفلي تقول ذاك شو ما ينقون مقرط أود ولاد سأركيس أرجاب أركيس يعني مركها وحكت سيس صدق كوني ضد الكود الشعل أو بدون الدود يو هذا الجود تصص يعني ضد الكود الشعل بدون الدود قرب تاني أيه ما أنت روح عن قبها ديد دور شلل قفته إنه مدحو إنه قلنا كورة بدينا أو شكون إنه يو هلين أو أنا كم حساب تمين أيام قبها واي لما كا ولتر تمية دوا كوار دنتي وح وح أي مدود قشرين أنا كنا يقول بنا كتشوف فشل ماي، شلا إن الله تشبوت ولا الذين، حيد كي نضر يعني سبيكر كهاي هنا خلف ودرك الجلاي لهذين سوق درك كتشر لهذين درين كيسو تكسيس من درين لا ما أنت تقول لا ما أنت ده وثلا ده كتشر كده كم دي هاي يعني مر قرا كهال قربي مر ور بوا كون لصفنا يجا أفين كودي بالها ما كان حقويا أرمها وفافنت جلال بوا نكلها أحدان السمان لأنه أمم بهني الشيء كان يو ترافو ضخ يجيب أربعة مقر وحالي كيكو هذي دو دومي هاي لما كسرة أكلير كأي واحد عادي هاي يا أخي سو ساري ما نسي لو تهاد لو هوا كواسن كور سوق نايو سبيدر كيني يو من دون لغلا شقينا يا محي الشعب كده حمر بك بكر فوق الأرض حمره مثل ما يقول لي أنا عبد الرحمن إيرفن تاجر ياو محي ذي إن دوي مغطى وفر كلير مركا إن عبد الرحمن إيرفن يدي مصبيح ولا منه سكريرة هذي ده قبيل ليه وانا لا بدنا نفوز سومالي لنا سبب تنيك سومالي ايش هو قام مسومالي ذكره ايوه كله شيء صحيح ده من يعني من يسكت علينا يوم وده كل ذي اخي يعني من ده يخص قصة يوم ده الفكر يعني ما كان ضبط يوحاس ورنش ريبا فشل ماي واحد بدنا نسوق ريبا ما انتو قد بيسنا ده بورا مون داونين او دحق هذه المحولي تكيسي او اي دقاء قليم قال دي مروا مروا لو تقنا شربوا لقلوا يو حالة وطن يعني واحد بدن كوين واحد واحد أي كوين يعني شو قال وريشان يو عندك استود يعني يو ضياش يدل يرضى يدل مركبة بالحين وقاربوا له كل مي وحنا إن قام كنا نقدم مر بهذا الكلام كل علني يقولي تفتكر إنه الدفاع إنه دور صدر وقبلنا تلا بدا كل مدود ولا بكل مدود آد وعد قدين لين مكرنا الساعة بيرن أو كتر قالي أو حملوا يلا ندي ويهاي وكل صوني قبعة كمش كانوا ديار كي ما تو درس ديين لجليو انت لو جلي وش شاكي سوبر وكو عليا مركا انت اسو حيرت هاي واخو بفشل واي هي ان لاس انا دو كره هداي نو سو نقرنا ابراهيم ان وقتي كهر انت انو دغال كو بلاب ها ده وسيرك اريمها غودها ايا افكيسا كاشيغايو غرادده فصحاي اني سو غرا صح غرادده عيدن بي وتي ورد فيصل عبدي بوتانو كرد مقال لقد وعلني هاي وعلني صح لكن حكومة دا مديدة داب كده هاي سيوسود ديسي صح أرنتا ما وداني بالله أنا إنكره ميانة حكومة دا هاي نونا يجو مديدة داب كده هاي ما لو ما أنا إنكره إن حكومة دو إن يسود ديسي واضح بين أركنه مرنك بتاعنا واي إن لو أنا أنت حق بالله قولي واي
لكن أغلبه إنه يروح يعني داون إنه واقع كوره هذا لويا نمسك الواحد ترسني إنه بدو شيء وطريقة مركاو لها والله طول مياه يساق بطول مياه يساق بالله ينيا شلا صلا لها حكومته يدو ما يقرأوا إني أليسو يدو أتاك الدوريس وما تتصيص إياه كعما خيلا سنسا أي ما دام إنه مكان اللي يدو خيبا من وقوي سنة يا أما لذا الوقوي سنة يا أما داي وحان شرين داك الشيكين يا إنه سكور الرصابي وطلق الشيء كما يهندقونيه ما قرأت هذه ما نتي اللي أنا حمد الله ورن لها والقومينية مقالوا البلق علي شيئا نتاسعود لعبة تلو سبيسو طاعد بهيد كنت أشهد على كارسوط قوانك إنه وكا علي بالروحة أنا كوكا نخصر إنه والله أقراض إذا الله أقراض إرقادي حمدي فتح السوقيسو إنك هينك أتشيكسا وسيردي شنتها وقامين أيوه هكا إرقال الله قفر ديه إلا قدر السوقيو أيوه إنا قريف كانون داع أضحيني والأكتي إرقادي وكتل بديد وردين السيدا والرساس تيبسو قرام ياشن حالك المجري كون الله يأ سلا سيحة بدا كود عظي دوردين داع أضبي كاحي أرنتا قادتنا والله أعنان كرام حيو علوم إذا والله ورنكرا لكن مركا أغلقي إن كفكرنا إيو حميس السعولي سيدان ما يقرأوا إنا وحي وكتشيدي يان الله ورني وقال لكم يسنى يدل كود بلقى علنى يابل سيئة وقتي وحبضا دي سيئة وقال لكم دينا عم باشود ديان كسو تشيئتها وحل لكم دينا دولو دو حلبا كسارة وشعب كيدي بوها شعب كينا إلا حباكو الصمين أيضا ما ننقل حمينين أيا إذن كوها كافر ديو إرقاو دري حبضا دول دعي حبينا اسمي ورن إذا كي قرنك إلا ثائيين قلوا قرادان سوق البيو أمان كود إلالية إيا كوي كلا قرنك لتشو غيبا حبينا كي تقبيا لكوك حيستو لأقول دي بينا خليف أيوة أنا ماشي دين شوقي دين كسر رأي وحبي دين ما يلاني قبل دقالك نك دقالك الفدي فدي دي غير دينا أنا أنا خليف بوها وحس بيجي صوتني حس إنه كود صعدي مركي دقالك بلعبين وحب بلعبين ورب قاعد تضم عكوم وريا شات يمك أنا شيء كنا ولا يقال صلا ولا الدنيا جاي ولا قرحنا جاي مقاريد بل الدنيا جاي وحاسس شوية هذا ما قرأت وهذا بيجي وحبي دقال سنة كاس صعدي حل ما نقرأ غير مي قاعد ندرس سمع لأن عيد كيدو مركي قاعدين تمشي قدام جلسي ريتنا ولا قصوا علني وحال إيراني الشعب كله إيراني لو ما تقالن بالنخرة إن أفر قاري يسح قاري يجوا وطن هيسو واحد أنا اللي جودوني كري بلا حكم أنا اللي حد كري وصل عشان وصاف شر كري ما يجيري ورهال خاص وين وهال الناي نبضي نبضي بالله كعمرها ولا بتلاقي ذيك إنه ما هو بول سوي الري ويسكت دفاعي ما نقول إلا بتشي ما أنت رد بيسنا شبكوا كم يمن حوق لقول مقولين قلنا عيدك على الحق لو بركي بكون إيه وش قيني الواح بدل الشيء قو أنا أغني بدل الشيء قو بناك لك هنا إلا قو كرت تجي أو واحد نيجيس أي الله عارف لكن مالين الشيء قدونا إيمان دونته لاس عنود ويكود غير كابنا إمك هاي دقات على ذي وكتشرة حديبة إلى هاي كمان لقي غير كابنا أي الدجال كده دور الشدينا كابي جاي كهاي سايو سجاشن هبين وحكي يربا كهاري صح إن دجالنا ده أتكسو تشيتو ولبا خاصة أود ويني ما ده حدا قميت كود وحي عتصدين إن دور الشدة ديبلور ديكو ودلك للدفاع عادي ومحاد كود تلين لحيد كيف راهينا حال هرسا إن لاسعود مقوين أرقاتي ويقول أقصح مقوين لاسعود يبور ركي سومان لوكيون تقال كو هدي ومال اي كو قبصدان جفات كميد او تلك او نرطي يقار كنو دبدا كريمي نمالين باي من دونتا لقا عود بدن دونو حدود دس بدل ميسو حدود دقابي ما بدلو واتي لحدا كيون باي تالا افريكان او تالا سار اي قولو لغايا ان انا بدل لغا سوكيا وان قلو دي برعي ودا كبر بانو هيسيني سار البانتان تالو عالاني دي ما انا هيسيني برعوا برعوا ده وانت نبض الوجود شو جيسو مالن على كده كنت تاني دول جدوا مامسو تنا وانه باين مامور دومسو حلا اللي قاعد بقى فور ما يمارس العسل كمان هو باين مامور دومسو وبرد سبتلي يوم بشره إن هذا لسه نقوله وقت جابنا دروس ده كهذا يدقال كي يدت كياد كهذا لي أدويني هم بركن كور هذا الحقيقة دلك مركن دقال كسو قال دروس ما تعلو شد عادي قال دروس ما تعلو ندخل الدفاع على كم يمكن دورشلا، لكن بركين وضدكين نية ونمن عن مسؤول هين وعن دخل الحشرة كهين وعن كنا هيني أي وأركان سياسيين تودي أي مقرن السادة كين نقربي وكرقيبي ووذي أوجي حيث تدري سنسعوني
ما دام يتحسي شرتو أي الله يلي واحد بدنا ما أنت إلا يلبحين ما أنت هذين ضد نول هاي أو فكرة أو محيط واحد لقصة عضية ذلك سيد لقصة دولية أنت ميرود اللي لقصة دولية سياسيين اللي أنا قاعد كده هيد سين هلا هذين كونين اللي هاي ما أنت فعليا كوي ما أنت درشة صار قادرها ما هنا هاي دكتور دفاع لابن هادينو محيط لكن تروحها سببي سياسيين تين قار كم يدوا كودي بابين يو لومي أي أبين وشيء أقول قليل يحمان لما كان غير مسؤول كاه طل كين الله له أي أنا أقول له يلي إن دورشة ما تلقبته حديد إن حيد يصير من حلو الشغل لسكو قبل كانوا دفاع أي دورشة دورشة ده وا وا وصح حديد أي سوري قالوا يدنا لما ده واحد مهم مشان ده كل دفاع تسمع من قرصة ويا هاي أقول دمبين إبراهيم عيديدو سومالان والقصو دولي ما حد فرين أدري سادات كرير سومال لان قرني ماذا سومال لان شاعر أنت فرين تيجي وحويان سومال لان يدو أو أن هي سندت كيدو تكذهن يو قالوا يمكن يديار ذهن مريه يدون كريك حريين يدور ذهن الساحب كيين يدون هي سن بيدور دي سوماليا أولي بأن لورد من غير شخص حق ولايته لسومال لو كبرون ترى شخص حقه أي بربوسي دولتي ديار ضايد بردالايد. ما انت وحنا هي ست سنه. هدي مليودو الصومالي باتشيسا افريقيا ربحوا كغالي كرم. وحنا امي وبعد وين. كرسي اني كفر السنه يا كشاكي انما انتم غير. ايان ليا. وحا ليوسو هنغريين امريين بس هنغريييني. لما كان هابيني مالين الكالا تاغن غير كي يودو الكوبيتشريين او كالاين قبصلايني. ayaa leeyno barkay inuu ma hungureeyin baa waxa la kuwaasi maanta iyo dhumanin aan sheegay shakhsiyaadki dagaalno uu ka dhacay halka oo ka imika dawladdu inagu hayaan baa isagoo ee siyaasiga baa isagoo military dhacaya meesha uu imika yoolka u hayno waa ergaabo ergaab hadduu ka bilaabmana qorniguudna uu ka bilaabayo laamida uu ka bilaabaya ila wasaaro dowlad la isla geli doona waxa la leeyaan horaal idinku qiyaamiyay شعب يدور بس عناضي لما كان بغير صوت دريه حاجة شوقة يكو هذا كدريه يا ولا حد لا يين هو ساسين تقال كوا الإعلامي وبرامة يا ما أنتوا برامة يبرقرين ودي أرجع ربي دفاع دلكين أو يا الله دخلت ولا مدوب أدوكين يلا وهاك كاسي وحوها إبراهيم عيديد أو آلا وفرنقية الرمها جيس كأفريكا difaacana qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo is arag maqal dambe waa Xasan Maalidir oo la falanqeynayay Ibraahim Aydiid kamaradaha waxa ay duubaya Cabdi Waasiq Khadar Maxamed dhamaantiin dhamaantayo nabadgelyo